Welcome everybody to an amazing episode of Dardish. I'm really, really excited for this episode, especially this episode. خاصة الحلقة معنا ضيف عجيب Abdulrahman Al-Khamis. Welcome, my man. يا هلا ومرحبا. ما يبي له ترحيب يا شباب. اللي مجاله بالإعلام ولا حب التصوير ولا فيديوغرافي. This dude is old school. He's been in the game for a while. Welcome to the Dardish Show, a place to sit back, relax, and enjoy a good conversation. عرفنا على نفسك for those who don't know you, man. على السريع كذي. Abdulrahman Al-Khamis, مخرج, خريج قسم الإعلام جامعة الكويت. اشتغلت بالإخراج من يوم أنا كنت في الجامعة. مو بس إخراج, اشتغلت بالإديتينج أول شيء, بعدين انتقلت التصوير والإخراج. اشتغلت بقناة الوطن يوم كنت أنا طالب بالجامعة, وبلشت هم اشتغل بالسوق إعلانات مع إعلانات كفريلانسر وأنا كنت بالجامعة. بدأت الرحلة هناك. لما قمت اشتغل بالسوق واكتشفت ان السوق مختلف وايد عن اللي قاعد ادرسه بالجامعة, فحاشتني صدمة ان اوكي احنا قاعد ندرس اعلام, بس لما اتخرج من الاعلام باللي قاعد ادرسه فقط ما راح اقدر اجابل السوق باللي قاعد تدرسه هذا. فقررت انا بالجامعة ان نسوي الميديا كلب, انه هو يجمعنا جروب شباب وبنات من اللي حابين المجال, حابينهم يتعلمون, وقمنا نجيب ناس من ذوي الخبرة بالمجال حزتها يقدمون دورات حق الطلبة والطالبات اللي ودهم يتعلمون شغل صجي. كان في التقديم الإذاعي يبنى بركات الوقيان, التصوير يبنى فيصل البشر وجمال الأيوبي, يبنى غالب العصيمي, فريق كامل. يبنى منو, عبد الله بوفتين كان حزتها علاقات عامة, وعيسى العيسى. شوفوا شباب, هذا القبل قاعد تكلم انت, قبل لما كانوا صغار. كان الميديا كلب ما كان في حتى سوشيال ميديا, كان في حد فيسبوك. اي سنة قاعد تكلم عنه؟ 2006-2007 بدايتنا كانت. شباب شوفوا ما شاء الله, this dude يعني he looks young, he looks amazing, بس ترى قديم. انا اذكر انك قبل اسبوع تقريبا لما انت قاعد ما ادري قاعد تنظف المكتب قديم كان عندك, وهو قاعد يتكلم عن تلفزيونات. شباب كان يسوي, كان يمنتج على تلفزيونات. تلفزيون مو ال سي دي, ما كان في ال سي دي, كنا الكمبيوتر توصل تطلع له وصله كذي ما ادري شنو هي, وتوصل على تلفزيون عود ويصير المونيتر مالك, تلفزيون رمادي القديم. فكانت يعني حتى بالاوراق هذه لقيتها ان في دورات كنت اقدمها سنه 2010-2009, يعني انا قاعد اطالع ايام يعني كانت هذه. والله انا قاعد اضحك ذاك اليوم. او ماي جاد مان, صدق يعني لو تشوف اللي يعني انت شفت كل شيء تقريبا, يعني اوكي تقدر تروح قبل بعد, بس يعني حتى الكونتنت ولا الستورج حق المونتاج ولا الفيديوز كان صعب. احنا كنا خطر يعني. اشرطه كان اول, احنا كنا نصور على اشرطه, مو ماكو كان اس دي كارد ولا شيء, هذا كان مرحله ثانيه, ندش كاميرا تصور باس دي كارد, هذا كان شيء غريب يعني. صدق فكنا تيبس نصور, يعني كان التيبس الكبار, بعدين صارت الميني دي في الاشرطه الصغيره. فللحين عندي انا مكودين هذيل, يعني انت عندك هارد ديسكات مكود فيها السولج 4 تيرا 8 تيرا وهالكبرة, احنا لا كرتون هالكبر تلقى في اشرطة ويطلع لك يمكن ساعتين. كذي يعني, ما كان الشغل اول كان مختلف يعني. انا الحين الموجودين الحين نعمة وايد فرق من قبل, وايد اوف يعني. اذا ضيعت انت الاشرطة خلاص, ولا اذا خليته بالشمس خلاص, ولا ماكو اصلا يعني, وما تدري شنو فيهم الاشرطة, تجرب واحد وهذا صدق ما تدري شنو فيهم يعني. اول حتى اذا ما تكتب عدل وما تأرشف عدل تضيع, ماكو مقسمين فولدرات ولا شيء كذي, لا تلقى هذا الشريط فيه تصوير الفيلم الفلاني الخارجي, هذا التصوير فيه نفس الفيلم بس الداخلي, وهذا بقوطي وهذا بقوطي, تعال فتشك عاد يعني. لا لا صح, مو صار بتتحطوا. فشغل كان. ف هذه الفتره اللي كنت انا قاعد اجرب فيها, كنت مسوي لي مكان كذي بالبيت, قاعد اصور, قاعد امنتج شغل الطلبه, كنت انا منتج عندي بالبيت. اول شيء كان انا قاعد اجرب فيهم, بعدين صار وايد, صاروا انه مستعدين ان ندفع فلوس حزتهم. يمكن طالب كانت مبالغ بسيطه يعني, بس انت طالب ويون الطلبه كلهم يمنتجون عندك, فكان هذا شيء عود يعني. فكملت بهالمجال لين تخرجت وكملت بالوطن, بعدين اشتغلت عقب الوطن هم كذا قناه باليوم, اشتغلت بقناه المجلس, اشتغلت فتره
بالحكومة بالإعلام الديني، اشتغلت كمخرج. إيه كمخرج في كل القنوات اشتغلت فيهم كمخرج، ومسكت مدير قسم الإبداع لفترة بقناة اليوم اللي نسوي الأفكار حق البروموز والأيدنتيتي وهالسوالف. نايس. فمريت على وايد مراحل، والسوق طبعا في شغلت وايد إعلانات قبل لا نسوي شفت، قبل لا نسوي شفت شغلت فترة طويلة. حق اللي ما يعرفون شفت شركة عبد الرحمن الخميس، ايه سمينا الحين راح نوصل لها شفت، بس انه هي كانت في البداية اكثر فترة قضيتها فريلانسر، بعدين حاولت اسوي كذا تجربة كذا شركة، سويت شركة اسمها اكشن ايت وما كملت فيها، وسويت كذا مشروع، سويت مشروع تصوير فوتو وتذكر حزتها ايام قبل لا ادخل في هالامور، بلشت تصوير فوتو فعيتني هبة ان انا اصور فوتو. نايس. اي ومشت معي وايد ناس حبت انه يلا يلا، وتعرف اللي انت كنت طالب وتشتط فانا ابي اسوي مشروع ما عندك خبره في هالموضوع، فكان حزتها ايام عز المنطقه الحره. صح كانت هني، كانت الترند المنطقه الحره كانت صوب الكافيهات كلهم هناك، فرحت شفت لي مكان هناك. وبهالفتره يعني واحد من الربع قال لي أنا تاني بلش تصوير، بس إنه كانوا الناس يعني مستأنسين وكيف، يعني واحد من الربع كنا بالجامعة يقول لي أبيك تصور عندي شخصية أبيك تصورها، أنت تصور ما يشينه، قلت له إيه فعليك، يقول لي قلت له شنو تبي تصور، يقول لي عندي فنان عبد الله رويشد أبو خالد عنده يبي صورة حق ألبومه اللي أوف، كان أقول له فعليك عندي عندي إيه وهو يشتغل معه يطلع عندي، يقول لي خلاص حدد موعد على اساس ان اصور مع ابو خالد. والامانه كنت انا اصور شاري الكاميرا نيكون حزتها، كنت قبل حتى ادش على الكانو شي كانت نيكون، وكنت اصور كذي ولا مره مصور استديو ولا مره، وقلت له اوكي عندي وانا وما ادري شنو والله كف ما اعرف اصور استديو ما اعرف اصور، هذه يمكن اول مره اقولها قدام الناس ما اعرف اصور استديو انا شغله غير عن انك تصور. اي ما جربت ولا مره احط فلاشات وستديو ما ادري شنو. تعال زين الحين ما عندي فلاشات ولا مره صورت ستديو، وعبد الله رويشد بكبره بيصور حق البوم، يعني مو واحد راح يقدر يقعد يطول وياك وتجرب معاه. لا حبيبي اي ما تقدر تطلع بالشكل مو زين قدامه. كان ادق على واحد من الربع جاسم برحمه، جسوم انا خذيت بروجكت ومتوهق شنو، قلت له انت اخوك يصور فوتو ستديو صح؟ قلت عنده اضاءات صح؟ قال لي ابي اضاءات انا مصور رويشد، انت ايش تعرف تصور؟ لا ما اعرف، تعال خلينا نتعلم. اوف اي وناخذ اضاءاتنا بنتعلم فيها زين الحين وين نصور الاستديو هذا ما خلص اللي انا كنت باخذه. كان هو اللي كان مكلمني مسكين اللي من طرف رويشد، هو راح دبر لي مكان بالنظائر. الله يكبر زين دبر لي مكان بالنظائر، ورحنا ويا رويشد صدق كان واصل من بيروت على طول من الطياره لي عندنا. اوف اي بلشنا حطينا اضاءات، والحين يعني انا كشخ عارف اصور الصورة تطلع سودة. لا والله العظيم أطقتك ما أدري شنو الشاتر سبيد ما حزتها يعني مو فاهم، وفي حسبة معينة في الشاتر سبيد شيء عشان يكون مع سرعة الإضاءة، فكان يطلع يا الصورة كلها سودة غير الشاتر سبيد تصير الصورة نصها أسود ونصها وموجود رويش أنت تطلع الكاميرا عادي وأنا قاعد أعرق حار زين شو أسوي زين قاعد أصور رويش تحس إن في شيء غلط. مو بخالد مو صغير مرين عليه أشكال حس إن في شيء غلط، فقاعد يسألني ها شلون صور؟ تقول له تمام خوش صور. يقول ترى يقول حق عزيز دارمي الله يذكره بالخير هو اللي كان جايب عشان صوره، تقول له عزيز صاحبك ما يراوينا الصور، يقول حلوة ما يراوينا، تقول ايوه يلا ابو خالد شوي وغير تكفى. انا اقول يعني قاعد طالع عزيز تكفى لا تخليني اراوي وعدل لين اضبطت شنو السيتنجز حزتها ما ادري، بس اضبطت انه ما قام يطلع الاسود صور اضبطت كم واحده قبل نراوي فسالس يكمل وصد نزل البوم ليله عمر نسيت اي سنه يمكن 2009 2000 خذوا الصورة البوم اللي برا واللي داخل واللي اعلانات الجرايد كانت نزلت كلها من هذا الصور اللي صورناها، وكانت اول مره بحياتي اصور استديو ما اعرف زين والله كفو عليك، بس ان عندك فرصه ما تقدر تطوفها. عبد الله رويش جايك وانت توك واحد اول مره تمسك كاميرا ويقول لك ابيك تصور لي البوم، تقول لا والله اشوف لك واحد ثاني يصور ما تطوف الفرصه، فخليتها ومشت يعني ونزلت وناس وحطوها على مجلات، اذكر ابواب حزتها غلاف وما ادري
الصورة أخذت صداها مصورها عبد الرحمن الخميس، بس ما حد يدري إن عبد الرحمن الخميس كان أول مرة أجرب بعبد الله رويشدي يعني هذه. أبو خالد كانت هذه فرصة أعطانيها، كانت وايد ممتازة، وكملت بالتصوير. وقلت لك خذيت المكان في المنطقة الحرة، كان في بداية المشكلة في المنطقة الحرة. فقالوا نصحوني لا تأخذ هناك، وأنا لا هذا المكان زين، وقال ما يترخص. لا أنا بأخذ هناك. ليش ما يترخص؟ كان في مشكلة بين اللي ماسكين المنطقة الحرة وبين الدولة، من يملك الأرض وكذي وشون ترخص وكذي. فأنا ما سمعت الكلام خذيتها. أول ما خذيت المكان حزتها طالب بالجامعة، خذيت مكان أجاره كان غالي، كان حزتها 750-800 شيء كذي، وغير الديكور ما أدري شنو كذي اشتغل. تدفع 3 أشهر هم الأجار وشهر تأمين، يعني دفعت وايد وايد كل اللي فجأة تكبهم كان يقولون شيل، سكروا المنطقة الحرة شيل، وفلوس اللي دفعتها وهذا والشغل على قولتهم بلط البحر. اوف هني انا حسيت اني انتهيت. طالب بالجامعة اول تجربة، كل الفلوس اللي عندك اللي جمعتها من كل شغل انت قاعد تشتغله قطيتها بالمشروع. كنت تشارك بكويت يفتخر تو، وكنت ماخذ بوث، وان الحين عقب المعرض باسبوع تعالوا الافتتاح، والناس كلها جايه وماخذ مواعيد. حزتها كان كويت يفتخر، كويت يفتخر حزتها اي ما صح اي. وبس الناس كلها تدق وين المحل وسكت المنطقة الحرة. فهني جتني فترة احباط طويلة، شلون ترد تقوم مرة ثانية. هني تركت تصوير الفوتو، كرهته، قلت ماني راد حق تصوير الفوتو. فتعمقت اكثر مرة ثانية، لك اساسا هم كنت يعني قاعد اشتغل فيديو وكان اون ذا سايد، بس قلت بسوي المشروع هو الفوتو. بس ان هني قلت لا، هذه فترة كانت هبة صارت الفوتو، كانت توها صايرة هبة اصلا بالكويت التصوير، وكل واحد بيده كاميرا. اول ما طلعت الدي اس ال ارز وكذي، فهديت رديت مرة ثانية على الفيديو التصوير والمونتاج، وكملت بهالطريق لين قلت لك سويت كذا شركة او كذا مكتب. خذيت كفريلانسر، مرة خذيت مكاتب مشتركة، مرة خذيت مكاتب بروحي، مرة جتني فترة قعدت بمكتب يمكن سنة ونص يمكن، وهو على الأسود، ما كان عندي فلوس أسوي الديكور. يمكن شفت الصور يمكن أو راويتك إياها موجودة بإنستغرام. كنت قاعد بمكتب خذيته وهو كان على الأسود، أحتاج مكتب أشتغل فيه بس ما عندي فلوس أسوي ديكور. حزتها كنت توني طالع من هالسالفة. لما تقول مكتب تشتغل فيه، يعني في وايد شركات انتاج وناس يصورون بس ما عندهم مكاتب، بس شنو بالضبط تحتاج المكتب فيه؟ حق المونتاج ولا حق الميتينجز ولا حق كل شيء؟ حق المعدات؟ ميتينجز مو وايد، يعني احنا عاده البرودكشن مو وايد نقعد ميتينجز بالمكتب، يا احنا تصوير برا يا انت قاعد مع الكلاينت مكان معين يا انت يا، لكن تحتاج مكان تحط فيه شغلك، معداتك، انت تمنتج فيه، تقعد بروحك ما حد يأذيك ليل نهار. فتحتاج مكتب ترخص عليه، اهم شيء هم طبعا الرخصه. صح صح صح. فحتى لما ما كان عندي رخصه كنت احتاج مكتب اني قاعد امنتج فيه. حتى لو بتلتقي مع كم واحد ميتينجز وكذي كناس ربعك مو كلاينت زين، الناس اللي قاعد يشتغلون معك تحتاج مكان يعني. صح. مو كل مره يعني، قلت لك اول يمكن بالجامعه كنت قاعد بالمكتب اللي ببيتنا بالسرداب وشي، بس بعدين قام يكبر الموضوع وصار يعني ناس قامت تعرفني بالسوق وشي، مو حلوه تقول له تعالي البيت وشي. صح. فقمنا نقعد بالمكتب وشي. قال لك يا ابو عيده لا بالعكس، الحين 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 انت تو قاعد تقول شنو شفت بالستوري انا قاعد اسوي اغراضي بالبيت. الحين الوضع مختلف. صح. الحين الوضع مختلف، الحين وضع السوشيال ميديا صار الوضع مختلف 180 درجة. أول كنا لازم نحتاج مكتب، لازم تحتاج مكان تحط فيه معداتك وشغلك وما أدري شنو وبرستيجك المعين. الحين صار ببيتكم تقدر تسوي كل شيء. ردينا مرة ثانية، أول يعني حتى أنا دخلت يوتيوب وهالسوالف، كان في برستيج معين للمخرج أو لشركة الإنتاج لازم يكون موجود. الحين لا، صار بالعكس. الحين صار لا، الكل قاعد يشتغل من بيتهم. الكل قاعد يشتغل من بيتهم. ها اختلف. صح. والسوق قاعد يغير بسرعة. اللي ما يفهمه وما يستوعبه بسرعة يبي له وقت عشان يلحق بعدين. فالحين لا، الحين حتى أنا شفت مكتبي اللي بالبيت قاعد أرد أسويه وصور فيديوهاتي من عندي بالبيت بدال المكتب. والله زين تسوي. إيه فبالعكس دام إنك دشيت هالكار، دشيت يوتيوب، فلازم تلعب
طريقة يوتيوب مو طريقة احنا شركة انتاج اللي قاعد تسوي كذي. ايه هذه انتاج البرودكشن مالك البرامج وكذي، لكن حق يوتيوب لا، في لها طريقة مختلفة وما يمنع حتى لو انت ببيتكم. It's a very good point. صد صح انه صح، اليوتيوب غير، تشوف وايد يوتيوبرز كله بالبيت شغلهم ستوديوز وات ميكس ات فيل ديفرنت، يعني تخليهم يحسسك انه صدق انت قاعد وياهم مثلا، ولا تشوف بيتهم. يعني قاعد اشوف وايد شغل كيسي هالايام، قاعد اشوف التبس اللي قاعد يعطيهم، وقاعد يقول انه شلون هو يخلي الكاميرا من بعيد، قاعد يسولف مع الكاميرا من غير مو لابس نيك مايك ولا شيء، يخلي المايك العادي رود مثلا، ويتعمد يسوي الشغلات هذه بس عشان يحسسك انك كنك وياه قاعد. بعدين صح. يروح يمشي حق الكاميرا يشيلها، بعد يتحرك، بعدين يحط تايم لابس وراه بس عشان يحسسك هو وين. عرفت؟ فهذه الشغلات ديز اليمنتس وين كمس يوتيوب. صح، اي يوتيوب هاز تو بي ريل. اول يعني لازم تكون المعدات وايد وكبيره وبروفيشنال عشان انا اقدر اوصل حق المشاهد. الحين كثر ما كان احترافي ودقيق ومرتب ومبين انا في كرو وراه وبرودكشن، صار بعيد عني. صدق يصير بعيد كل ما كان ريل وبسيط، ان انا احس ان هذا شيء حقيقي ريل طبيعي واقعي، راح يصير قريب مني. حتى لو كانت شوي مهزوزة، حتى لو كانت الإضاءة مو وايد، حتى لو كانت كل ما تكون طبيعية أكثر، كل ما صارت الناس تحبها أكثر. ما أبي أشوف شيء وأدري إنه هو production، عاد لا أبي أشوف إنه يعني الناس الحين حتى الفلونسرز والسيلبرتيز موجود قاعد بالسيارة وقاعد يتحكى بالتليفون، ماسك تليفون قاعد يتكلم، أكثر مشاهدات وأكثر مشاهدات، يبون شيء سريع الحين، مو أنت على production وياك تيم تقعد لي أسبوعين ثلاثة أسابيع عشان طلع لي موضوع صار لهم متحكين عنه قبل ثلاثة أسابيع. It's not relevant anymore. Good. فيبون الحين، لازم يكون موجود الحين. وما عندي مشكلة أصلاً في عندك شيء يطيح، يعني مثلاً تبي طاري كيسي كله طيح كاميرته كله ما أدري شنو الأغلاط يخربط بالحكي. الناس اللي موجودين بالسوشيال ميديا لما يقول كلمة وبدلية ما يعيد الفيديو. لازم يعني أول كان إذا في غلطة تنشال، إذا شكلك مو مرتب مو مشط مو ما يطلع اليوم ما يصور. لا حبيبي الحين يقعدون من النوم صدق يتحجوا قاعد تريق، أبي هذا الشعور الطبيعي. فالحين لا، كل ما كان الموضوع طبيعي كل ما صار أفضل. لا تحسسني إن أنت وايد مسوين لك بوليش، لا تحسسني إن وايد منظفينك عشان يطلعونك بالشكل اللي أنت قاعد تطلع فيه. لا أطلع مثل ما أنت، واحد حالي من حالك. لا تحسسني إن أنت داخل مؤسسة إعلامية وقاعد تبث لي برنامج. لا حسسني إن أنت واحد مثلي وقاعد تسوي شيء. والله صح كلامك. تحس ان هذه الشغله مثلا وايد من الكرييترز يعانون منها، انه يبون كل شيء يكون بيرفكت، يبون كل التصوير اضاءات فما يسوون شيء. البرفكشن مشكله، مشكله سيكينج فور بيرفكشن، هذه مشكله وانا اعاني منها. يعني انا ما اقص عليك اقول لك انا يعني قاعد اسوي دائما، وساعات تصير فيني وفتره طويله اوقف لان احس انه ابي شغلي يطلع بشكل زين، ابي فتلقى شيء 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 تاجلت هالمره اجلت هالمره لين يصير هالشيء لين فصار صار هالشيء هابت. يبدي يصير هالشيء انه كان مره تعبارك هو بس مره. لا مو بس مره حبيبي، على فكره ما راح يكون بس مره. من تفتح باب التاجيل انه يكون كامل، راح تصير تاجيل ورا تاجيل ورا بعض راح يصيرون. فقدم شيء انه مو راضي عنه 100%. انا يهمني ان تكون راضي عن شغلك، بس اي واحد بالفيلد بالكرياتيف فيلد عمره ما راح يكون راضي عن نفسه ولا عن اللي قاعد يقدمه. فانت كذي ولا كذي ما راح تكون راضي. That's so true, man. ما راح تكون راضي، وش ناطر انت؟ ايش ناطر؟ فسوى الحين على الاقل الناس ختشوف. خل تيك ملاحظات الناس شنو بترميك اذا طلعوا هو مو ايش اسمعني. انا من الشغلات اللي كانت اجلت شغلي وايد انك تخاف من ردة فعل الناس. كنت احسبها ان انا مخرج ولي اسمي بالسوق، فهذا اللي يجيك التفكير اللي داخل، انا مخرج لي اسمي بالسوق والحين ابي اخذ خطوه ان انا بسوي فيديوهات على اليوتيوب. شنو بيقولون؟ بهد الاخراج وبصير فاشينيستا. لا انا مو كذي، انا قصدي اني بقعد ابرر حق كل الناس
فكنت انا خايف انه من رده الفعل والناس شنو بتقول، خصوصا الناس اللي بالفيلد ان شلون انت تسوي كذي. فهذه خلتني وايد اجل، وزين لا خلاص لما يصير شكله وايد مرتب انزلهم راح يفهمون ان انا شنو قاعد اسوي. اجلت وعجلت لين اخر شيء اصلا ما تنزل صخه، ماكو احد درى عنك اصلا. خلينا نكون واضحين، انت عبالك تنزل اول فيديو كل الناس يشوفونه، شوفوا الفيديو اللي سواه عيد ولا الفيديو اللي سواه عبد الرحمن، ما حد درى عنه. بيشوف الوالد والوالده الله يحفظهم وحتى عيالك والله يحفظهم، حتى ربعك بالديوانيه. كنت انا الفيديوهات اللي كنت ادزها اسوي الفيديو وادز برودكاست كل اسبوع مثلا او كل كم يوم لما اسوي ادز برودكاست. ابديش الديوانيه الحين احس ان بديش دوانية، ها شنو قاعد تسوي انت فيديوهات ولا ما ادري شنو ولا يوتيوب ولا صاير فاشينيستا ولا ما ادش الدوانية، ما حد يكلمني يسولفون شيء ثاني. يلا تلعب ما ادري شنو يلا ولا يسولفون ولا يبون الطاري ولا مره. بعدين عقب فتره واحد بطل ما تعال كل مره دزنا فيديو دزنا لينكات ما ادري شنو هذا، تصدق ولا مره بطلته ما ادري شنو هذا. كان ينقذ واحد ثاني، ايه تصدق والله كل مره اشوف يوصل لي شنو. مره قلت خلا بطلت كان اشوف 10 دقائق وهي ماني فاضي ماني شايف، كلهم صاروا منه زين. واحد يقول لي شيء زين، واحد يقول لي ان انا شفته وبالعكس يعطيك العافيه اخوي الشغل اللي سويته. ما راح يك هالحكي من دائرتك في البدايه، ان انت حاس انهم يا بينتقدونك او بيشجعونك اصلا ما راح تيك هالشغله منهم. بعدين انت لما تبدي تسوي وايد شغلات وهم راح يبدون يسالون انت ايش قاعد تسوي. انت اول كم مره طبعا مره راح يلقون كويس، لا هم ولا الناس اللي برا. بعدين الناس اللي برا ممكن اللي برا دائرتك ممكن يلتفتون لك يشوفون هالشيء اللي يسوونه اللي قاعد تسويه، بعدين يبدون اللي داخل يشوفون تفاعل من برا، بعدين هم يشوفون. قاعد تصير بالعكس، شيء غريب شيء غريب قاعد تصير بالعكس صح. فيعني تخيل انت واحد من ربعك عادي انت طبيعي انت وياه، فجاه انا قررت بسوي مثلا فيديوهات يوتيوب. اوكي شكوى انا لا اتوقع ان رده الفعل اللي انت يا لا راح يعيدك وايد ولا راح يعرضك وايد، خاصه اذا مو مالهم شغل بالفيديو ولا يوتيوب. اي اوكي بتسوي شيء شنو يعني ايش بتسوي بس وراح تكمل. لازم انت يكون عندك الموتيفيشن من داخل، انت الدافع يكون عندك ان ابي اسوي بكم لين يبلشون يلتفتون حق الشيء اللي انت قاعد تسوي. فهذه راح تواجه الكل، اي واحد قاعد يفكر انه يسوي هالشيء راح تواجهه هالشغله. شو يقولون الناس؟ كم فيو راح يكون عندي؟ شنو فيو؟ كومنت واحد راح يأثر عليك؟ ليش ما شفت؟ أوه هذا إذا ما شفت فيديوهاتي هذه. فلازم أنا أقول يا بتعب التك سكين ما بهالشغلات يعني صدق يعني لازم تكون شوية حمش، مو حمش ما أدري الكلمة هذه بعد يعني يعني لازم تكون شوية يعني you can take it عرفت بي بيورك يعني مو طراقات بس يعني الناس ما راح يعني تتحمس كثر ما انت تتحمس حق شغلك بالضبط. فالاكسبكتيشن اللي انت حاطه ايوه الاكسبكتيشن صح ترى انت قاعد تشوفه بس لكن الناس مو قاعد يشوفونه. فانت لو راح طلعت يوم كامل تصور فيديو تعبت وطلع لك اخر شيء 20 ثانيه ولا دقيقه وبعدين توري الناس وما حد يصير يشوف، ولا لما قاعد توري واحد فيديو يروح يطالع صوت برو نو. شفت الفيديو اللي سويته؟ تصدق انا قاعد اشوف واحد هالايام تصويره عجيب. انا قاعد اقول لك شوف فيديو الحين تصدق والله العظيم نتفليكس ما ادري لان المنافسه وايد صار الحين عندك نتفليكس انستغرام سناب شات كل شيء كل هذا تبي تنافس منه ولا منه بالاتنشن بالاتنشن. فانت طيب. عندك هذيل كلهم موجودين وماسك تليفونه هذيل كلهم موجودين بنفس الوقت. فاول نقول اذا البرنامج وزين يقدر يفر القناه هو بس عنده اصلا هذا بيروح الكويت القناه الثانيه القناه الاولى ما ادري شنو بعدين عنده ام بي سي السعوديه دبي بعدين بيرجع مره ثانيه من الاول. ماكو خلصوا القنوات قصبا عليك قصبا عليك قصبا عليك ماكو خلصوا الحين لا الحين حبيبي مفتوح ما صار في اي مجال ان انت تخليه موجود. ثواني انت ما يسكل خلاص يقدر يروح اصلا نوتيفيكيشن ثاني قاعد يطلع له وانت وهو قاعد يطالع فيديوك في نوتيفيكيشن قاعد يله من انستغرام في نوتيفيكيشن قاعد يله من سناب شات في على طول خلاص صح. حتى المجال يعني الدعايات انت بدامك اشتغلت قبل ويعني للحين قاعد تاخذ دعايات قاعد تشوف الفرق قبل دعايات غير الحين لازم تسوي دعايه تجذب الناس وتخليهم قاعدين يشوفوا الفيديو ويعني مثل ما قلت انت يعني
فيديوز لازم الحين they have to look as real as possible لأن أمس يعني اليوم أنا طلعت دعاية بالستوريز ما كنت تدري إن دعاية واحد قاعد يكلم مرته كانت دعاية في أمريكا ولا شيء واحد قاعد يكلم مرته قاعدة كانت على اللابتوب ماله بالكاوتش بالغرفة وقاعد تسولف معاه إيه والله سوينا خوش كورس وما يشون 10 ثواني مدة ما كنت تدري إن دعاية إلا آخر شيء فحتى بالدعايات لو تلاحظ بيوتيوب مرات تطلع دعايه وانت ما تدري تكمل قاعد تسوق ولا ما تدري ما اذا قاعد تسمع اغنيه بالضبط. خاصه اذا قاعد تسمع اغنيه ايه. يبلشون الدعايه باغنيه ايه. قريبه على نفس اغنيه قاعد تسمع صح يعرفون انت ما تلاحظ مالك فهذه شغله وايد انا بالنسبه لي دعايات اول كان فيها روح مختلفه عن الحين يعني اول كان البرودكشن مثل ما قلت لك البرودكشن يحتاج برودكشن اكبر لان هني الكور مالك الحين صار يعني اغلب اللي يصير يعني قاعد يحاولون يقربون على الرياليتي قاعد يحاولون يبسطون الامور طبعا. فهذه هذا السايل وهذا السايل ليه الحين موجود البرودكشن العودي يعني بس انه لان اصلا التكنولوجيا اللي طلعت وصار كل من بيده والفريلانسرز الموجودين الحين صار وايد كل من بيده كاميرا اول صعب تلقى واحد عنده كاميرا ولا يعرف يمنتج ولا صح. الحين صار كل الناس وهم صار الوان مان شو الفيديوغرافي صار الحين وهو المخرج وهو المصور وهو المونتير وهو كل شيء فصاروا الشركات طول السنه ما يروح حق برودكشن كومباني مثلا يروح حق فريلانسر وهو نفس الشخص وهو يصور وهو يمنتج وصار السوق كله يطلع فتره للحين اتوقع موجوده يعني صار الترند صار للسو موشن فالسو موشن على اللقطات على الطبق الكوفي على الكوفي على ما شنو لقطات ظلمه والشمس وما ادري شنو صار هذا السايل اللي تعود انا بالنسبه لي انه خلاص يعني خلاص انت بالنسبه لك كل شيء قصر يعني صدق يعني اي فبالنسبه لي ملينا من هالسايل انا بالنسبه لي يعني نفس ما بالاعلانات ملينا من يهال واغنيه صح اعلانات صار التلفزيون صار الكلاينتس حتى متعودين اول ما تقعد معه بالميتنج شنو تبي ابي اغنيه فيها جينجل شيء انه يركز بالراس شيء يرددون اليهال وما ابي ابي مره واحد من الكلاينتس قال ابي شيء تافه بالحرف شنو يعني ابي شيء تافه شنو يعني ابي شيء تافه لما تقعد معاه قعدنا ميتنج واعطيناه فاليو كبير بالاعلان وما ادري شنو شيء يقول لا يعني وايد اوفر احنا قاعدين لك الفاليو مال صرختك انك بالسعر لا مو على السعر ابي كان بالفكره الفاليو عالي لا انا ابي شيء تافه ابي شيء يغنون اليهال بس اذا غنوا اليهال فانا ناجح اوف اي كذي ما ابي شيء فيه فاليو وفي قيمه وفي ما شيء ابي شيء يغنون اليهال فكان وياي حتى كان وياي الكرييتيف دايركتور هو اللي كان حاط الفكره اعطاني نظره مسكين قاعد تلقاه عند الفكره مالته هذه اعطاني نظره انك جايبني ميتنج عشان يقول لي انا في شيء تافه يعني فتعوده وصاروا الكلاينتس حتى يبون وهذا بلشوها شركات الانتاج والماركتنج ايجنسيز اللي يحطون الكرييتيف ايجنسيز اللي يحطون الافكار وكذي انه بلشت حطوا اغنيه حطوا ما بلشت مثلا الترند هبت اليهال عندنا بلشت من يمكن عطني عيدية يمكن كانت تذكرونها عطني عيدية ما أدري شنو خالتي دراعتك عجيبة ما شنو كان إعلان بنك الوطني كنا إنتاج كان كافيار شركة كافيار هيثم الحجي الله يذكره بالخير بلشت معاها الشغلة ونجح فيها هيثم فبعدين بلش قام يسوي سلسلة حبيبتي كويت وما أدري شنو مجموعة يهالي غنوا فالسوق تعود فضربت يهالي كيوت وقاعد يغنون وكذي فخلص مشت قام يمشون حتى المخرجين اللي هو عقب هيثم الجيل اللي قبلنا يعني بس مو سهل تصور فيديو جي حتى لو عيال صار تحفظهم ولازم لا 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 تسجيل استوديو تسجيل استوديو لا الحين شوف عطني صح صح كل الاعلانات اللي قاعد تضرب برمضان ليه الحين صح اغنيه ويهال قاعد ينابذون صح صار ماكو شيء يعني هذا نفس اللي قاعد يصير بالسوشيال ميديا الحين سلو موشن أو ما أدري شنو لأن صارت مثلا الكاميرات السوني تعطيك سلو موشن 100 فريم أو 120 هذه صارت متوفرة بيد ستدي كامز إيه إنه بس صار الستايل هذا اللي يبونه الكلاينتس إنه بس شيء سلو موشن يعني وصلنا مرحلة الحين أحس يعني لازم يصير فيه تغيير لازم يصير فيه شفت شفت دعاية على السريع إيه لازم يصير في شفت بالضبط يعني أنا أصلا الخطوة اللي الحين دخلت فيها يوتيوب لأن قاعد أحس إن
لازم يصير في شيء يتغير. وصلنا لمرحلة صار كل الناس كوبي من كل الناس. صح. السوشيال ميديا والكلاينتس أو الناس اللي قاعد يسوون الإعلانات كوبي من بعض. قاعد أحس إنه لازم يعني صح كلامك يعني صدق. وأنت تدري إن الفيديو ذا فيوتشر يعني خلاص. وفي وايد شركات هني ولا ستارت أبس ولا مطاعم ولا نوادي ما يقدرون يسوون ولا ينزلون فيديو كل أسبوع لأن الشركات الإنتاج تحسسهم إن عشان يسوون فيديو واحد لازم يسوون لويا لازم يعني تصوير ولازم مونتاج ولازم حركات فما راح يقدرون they can't sustain every week يسوون شغلة كذي ما راح يقدرون يدفعون المبالغ بس مع أن لازم يعني they add value عشان مثلا كل الكوفي شوبس قاعد أشوف ما حد فيهم قاعد يفيد الناس من ناحية كوفي ما حد فيهم قاعد يعطيهم مثلا تبس ما حد فيهم is creating content يعني انت لو تشوف الكونتنت الحين بشكل عام حق الشركات على السوشيال ميديا اذا قالوا لك سوشيال ميديا كونتنت يا انا صور اكل ولا ان بوستس ما لهم معنى ولا فاليو عرفت فما في ما اعتقد ان الحين ذا بروبلم از معدات ولا شركات انتاج احس كرياتيفيتي اكثر من المعدات والتيمز وهذا اكزاكتلي صح هذه مشكله لازم يكون في لها حل مو الكونتنت يكون يعطونك معلومات ولا ما ادري شنو بالنهايه هم بطل الاكونت عشان يبيع مو عشان خلينا واضحين حاط لك كوفي عشان انت حاط لك كوفي بطريقه تشوق عشان انت تروح الله تشتري بس هذا ف مو مطلوب منه ممكن يكون هالشيء ولا هو يفهم او يعرف يسوي هالشغلات وهو مسويها حق البزنس الناس اللي ماسكه هالشغلات ايه اللي قاعد تسوي هالشيء انا ما احط اللوم بس على الكوفي شوب او على البراند او على الناس شلون قاعد تطرحها وصاروا الناس يعني حتى انا بعد في واحد من الكلاينتس كان كلمه كنت قاعد احط مثلا اسعار اغلى او طريقه شغل مثل ما قاعد تقول معقده اكثر ان نحتاج نسوي شيء نحتاج هو ما ابي كذي ما ابي شيء انا كنت اشتغل مع فريلانسر بالنسبه له انه يصور تشيك 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 ويعطيني 5 فيديوهات انا ما اقدر اسوي شيء اي انا ما اقدر اسوي شيء وياخذ سعر ارخص منك انا ما اقدر اسوي شيء خلاص روح خليك قاعد تشتغل معه ويدز لي فيديوهات اللي كانوا يسويها هذا الفريلانسر اللي يشتغل معه تشوف الشغل ايش رايك فيه تبي الصدق ولا اقص عليك قلت له الصدق قلت له لو انا البراند ما احط باكاونتي ولو انا كنت اللي مسوي لكم هالفيديو وانتم بتحطونه عندكم لا تقولون ان انا مسويه تقول اوف لهالدرجه ليه لا يفشل ليش يفشل لان في كذا 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 تقول هالشغلات بس انت تشوفها ترى انا بالنسبه لي كمثلا مطعم بس يهمني ان انا يشوفون مثلا اللي قاعد يتابعون مو نقاد سينمائيين واللي قاعد يشوف واحد قاعد يصعد بالتايم لاين شاف الله والله كاكاو قاعد ينصب الله ابي اروح اكل هذا الشهر هذا اللي يبي وابي ديلي كونتنت يكون موجود كونتنت عندي كل يوم لما يفتح التايم لاين راح يلقاني موجود ويشتهي الاكله وياكل بس هذا اللي ابي فاصلا صار التارجت من الفيديوز اللي قاعد يطلبونها الكلاينتس واللي قاعد يسوونها الفريلانسرز الشباب او الايجنسيز او الشركات صار توجه مختلف فهذا قاعد يوصل مرحله مثل ما كنا الكرياتيفيتي فيه ما ادري شنو ما ادري وين رايح والناس تعودت مشكله اذا الناس تعودت اوكي صح في سوق يحتاج كذي بس مو يعني هذا الصح مو يعني انه يصير او هذا صح اوكي ما اقول لك هذا غلط بس مو يعني فقط هذا الموجود في وسائل ثانيه هذا صح وحلو وفي نتيجه والناس يبيعون ويشترون منه ويربحون ومشاريع قايمه على هالشيء اوكي مو غلط انا مو قاعد اجرم هالشيء في ناس وماسكين هالسوق والسايلهم موجود وشي اوكي عليكم بالعافيه بس مو يعني فقط هذا الموجود في وسائل ثانيه ممكن تكون افضل ممكن الحين ما تكون واضحه لما تسويها الناس ومستوعبتها ولا لا لكن مع الوقت ممكن مثل ما هذا صار ترند هذا ممكن يصير ترند نفس ما الحين لما سويت انا رحت اليوتيوب شيء في البدايه حسيت اني ضايع هناك السوق كله وانت رايح هناك وهذا ما في فلوس الحين لا السوق قامين هني صح عقب فتره قامين قامت تجي الاعلانات لان بيك تاخذ شغله تحطها وياك بالفيديو يكون
برودكت بليسمنت اندايركت او ان لا تجربها او لا في يا ريفيو مباشره دايركت تتكلم او انه يكون برودكت بليسمنت موجود وياك باللقطات او تقول ان هذا الشيء انا وياي واستخدمه وما ادري شنو. وصدق انت تاخذ التجربه بتصير من الشغلات الموجوده معك ويطلع انت مو قاعد تكذب صدق قاعد تستخدمه وقاعد يطلع وهو قاعد يستفيد منه تعطي رايك الصدق يعني بالضبط. فهو مو اعلان يصير انه كذي كذي فصار في طرق ثانيه موجوده هني. وعاد انت هني اللقطات السلو موشن يعني الحين اللي قاعد اشوف انا اللقطات السلو موشن اللي هي المين كور مال الاعلانات اللي هم قاعد يسوونها. احنا الحين في فيديوهات اليوتيوب هي قاعد تكون ترى بيرول 10 ثواني 20 ثانيه بين اللقطات قاعد تدخل هذه السلو موشن اللي انت اللي بس قاعد تسوي. احنا الفيديو كله مالك انت سلو موشن هذه بيرول بيوتيوب. اي هذا بيرول بيوتيوب هذا احنا بس لقطه نفصل فيها يعني هذا اللي انت قاعد تسويه هذا بس لقطة قاعد نفصل فيها بين مشهد ومشهد لأنه مو هذا الكونتنت. الكونتنت أنت شنو قاعد تقدم أساسا. فالموضوع طويل. زين بدا let's talk about storytelling لأن الإخراج يعني I think storytelling is very important يعني. فحق المشاهدين ولا الناس اللي قاعد تسمع اللي ما عندهم فكرة شون ستوري قاعد تدخل بكل فيديو مثلا لازم تسوي في له بدايه وفي له نهايه وتبي انت المشاهد يحس باحساس معين بعد ما يشوف الفيديو فشلون تقدر تشرح لنا ولا تشرح حق المشاهدين باختصار عن الستوري بورد ولا ستوري تيلينج حق فيديوز عادي اشرب ماي واحد عادي مو تلفزيون عادي زين ستوري تيلينج شوفوا اي عمل فيديو كان مكتوب شيء اي شيء موجه من في رساله من الى لازم يكون في ستوري يعني ما راح اشوف فقط شيء وما ادري وهو رايح لازم يكون في قصه كبيره ولا كانت ولا صغيره يعني قصه مهمه ولا قصه عاديه بس لازم في beginning middle end انا عارف وين بدايتي وين النص الاحداث قاعد تصير وين النهايه ف موجوده بالافلام موجوده بالسوشيال ميديا وموجوده في يوتيوب موجود في بس ان انت لازم تعرف شلون تكلم هاللغه. بالافلام كانت البدايه عشان تقول قصة establishing shot اللقطة اللي هي من بعيد تشوف المكان أو اللقطة اللي هي درون من فوق قاعد تشوف بعدين تبدي تشوف الشخصية بعدين تمشي معاها بعدين تشوف الأحداث اللي حوالينا بعدين المعاناة صدق الفيلم كذي اي هذه طيب طبيعي وعلى ما تطلع الأسامي انت شفته هو رايح الدوام شنو البيئة شنو بعدين شنو المعاناة شنو المشكلة مسؤولة صرخ عليه أو هو تبين لك انه هو مثلا عنده مشاكل بالدوام قاعد يفكر يطلع يتبدي معك القصة لين يصير الكلايماكس وما ادري شنو وتخلص القصة الى هل هو نجح في هالشيء ولا ما نجح. هذا كان بالافلام. في اليوتيوب او السوشيال ميديا صار بالعكس. السينما انت ضامن انه داش دافع فلوس قاعد ساعتين عشان بس يطالعك يبي يشوف القصة من بدايتها لنهايتها. يوتيوب مختلف. يوتيوب تلقى من البداية معطيك الكلايماكس طف صار ويانا شيء بعدين يبلش الفيديو ايش قاعد يصير ايش قاعد يصير زين لازم اول شيء لان انا اصلا مو داش ابي اشوف امشي انا اذا ما قلت لي اي بالضبط خلصني عطني من الاخر شنو تبي فصار الستوري تيلينج مختلف عطني اقوى شيء اول شيء واو صح ذاتس فيري ترو هذه الهوك بالضبط صح هذه الهوك مالت اليوتيوب ما اعطيتني اقوى شيء وما عرفت ان انا ليش راح اشوف الفيديو ما اعطيتني في 10 غيرك بالضبط مليون غيرك صح فتعطيني هالشغله ممكن اكمل شفت هالشغله شدني الهوك كملت الفيديو لقيت ما له علاقه اصلا بالموضوع انت قاعد قص علي بس شي حطيت لي شغله هم راح اطلع صح مو كليك بيت تسوي لي تحط لي ما شنو شاهد قبل الحذف وما ادري شنو عنوان وصوره وثمبنيل وهذا بعدين ادخل ماكو شيء لا صار الستوري تيلينج عطني صح انا شنو المين ثينج انا راح اشوفه بهالفيديو عجبني راح اكمل ولازم خلال انا الاحداث اللي قاعد تصير اشوف انه صح انا رايح هالمكان مو انت توديني مكان ثاني اصلا في بالافلام في A ستوري في B ستوري هذه اللي تكون الاساسيه هذه في شخصيات جانبيه حبيبي باليوتيوب وهذا السوشيال ميديا ماكو A ستوري B ستوري عطني دايركت صدق صح A ستوري B ستوري في مرات وايد بعد صح تشوف
إيه ستوري داخل ستوري داخل ستوري صح بالضبط. هذا ما يتحمل اليوتيوب. ما يتحمل ما يتحمل اليوتيوب. عطني straight to the point إن أنت وين رايح. هل أنا راح يعجبني إن أنا أكمل ولا لا؟ بس هم فوق كل هذا لازم يكون في ستوري تيلينج. أوكي عطينا الهوك هذا مثلاً الحين structure مال اليوتيوب. الهوك اللي بالبداية اللي يكون هو أول 5 ثواني اللي هي عادة المدة اللي تكون يحطون فيها الإعلانات هذه السكيب آد وشيء 5 ثواني إلى 10 ثواني ماكسيموم 5 ثواني. أنت تشرح لي شنو الفيديو كله بعدين تحط لي ممكن انترو يبين شنو أصلا القناة شنو توجه القناة. إذا أنا شخص جديد أحتاج إن أنا أعرف شنو هذا الشيء شنو هذه القناة اللي أنا قاعد أشوفها شنو توجهها. او اذا انا شخص متعود ايه انا متعود على هالمجال هذا. بعدين مره ثانيه ممكن تقول لي القصه من بدايتها احنا راح نتكلم كذي 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 او تبدي القصه بس بنفس المجال اللي احنا فيه وتكمل قصتك. هم يعني مو اخر مشهد وهو اهم مشهد خلاص. المشهد اللي انت حطيته البدايه هذا ممكن يجيب بالنص بثلاث ارباع الفيديو تقول في القصة. بعدين في آخر شيء حتى اليوتيوب حاط لك آخر فترة هذه اللي هي تحط فيها سبسكرايب وما أدري شنو هذه ضايعة أصلاً ما حد يقعد فيها هذه الفترة. فمو نفس الفيلم بيكمل آخر شيء بيشوف الأفتر كريدت شنو راح يطلع وما أدري شنو يظل الناس بالسينما ناطرين. لا الوضع مختلف. فالستوري تيلينج لازم موجود حتى بالفيديو 15 ثانية أو 10 ثواني أو الدقيقة الموجودة بالإنستغرام لازم يكون فيها قصة. حتى إذا كان كفرد تغطية حق شيء معين لازم أنا أعرف المكان أعرف من الشخصيات أعرف المنتج صح. فلازم الصورة والله صح كلامك هو أساس كل شيء. لا تقولي بالكاميرا لا تقول لا لا الكاميرا والإضاءة والتصوير كله طبعا أكيد كل شيء يلعب دور مو هين كل واحد دوره أهم من الثاني. بس إنه لقطات راندوملي وبس كذي قاعد حطها لا مو هذا الشيء اللي راح يشد المشاهد. والله ما نتميك سنس. أنا من أنا أشوف مثلاً سوشيال ميديا إنفلونسرز نفسهم يروحون مكان واحد بيسوون كلهم دعاية حق المكان وتشوف كل واحد يقوله بطريقة ثانية. بعضهم they're very good storytellers بالضبط. يعني صدق تشوفهم يسوون لك جو يعطونك قصة وفي أحداث تصير بين القصة وبالنهاية يعطونك بوف روح اشترى المنتج. وأنت ذكرت شغلة حلوة بس intros حق يوتيوب هذا راح تبين توجه القناة أنت قلت. فحق الناس اللي مو عارفة شنو انترو وشنو أهمية الانترو تقدر بس تشرح بشكل مبسط. الانترو من اسمه في الانترو في الاوترو. الانترو اللي هو المدخل أو مقدمة الحلقة أو الفيديو مالتك. والاوترو هو الختام. فعادة تشوفونهم التك جايز إن الانترو مالهم كاميرات وتصوير وما أدري شنو شيء او مثلا الميك اب تلقى تحط لقطات فرش قاعد تمشي ستوب موشن في ميوزك ها في ميوزك ان شاء الله. اي مجال ثاني الهيلث وفود وما ادري شنو تلقى يسوون لك ان خضره ما شنو تسوي يعني تبين لك شنو المجال مال القناه هذا. ما يحتاج انا اشوف اسوي سكرول على فيديوهاتك كلها عشان اعرف انا توجهك. اعطيتني كلمه الموضوع الفيديو واعطيتني الانترو هم ب 15 ثانيه تبين اصلا انا شنو البحر اللي انا فيه هذا. هل انا حاب هالشغلات ولا لا يعني اوكي ممكن وطلعت واحده قالت لي كلمه ممكن شدتني تبي تجمع فلوس ما ادري شنو من مشروعك. بعدين فجاه اوكي ممكن كلمتها شدتني بعدين فجاه الانترو فرش ميك اب قاعد تحرك شيء كلش مو مجالي اي فراح بالي انه خلاص مشروعك اللي هو مثلا الصالون اللي انت مالك فانا ما راح مو جمهورك اصلا انت ما تبيني صح ان صح انا صح اشوفك. فهذه راح وايد تخدم المقدمه والانترو مالك ان انا اصلا شنو في اي مجال قاعد اتكلم. فوايد مهمه هذه الشغله الانترو حق اي قناه حق اي فيديو ان شنو الانترو مالك يكون. That makes sense man. الحمد لله على السلامة أول شيء. الله يسلمك طال عمرك. كنت توك بسيليكون فالي شو السالفة؟ إيه كنا رايحين رحلة حق سيليكون فالي زرنا يوتيوب هناك. أجوب. إيه. شدك هناك كلهم. إحنا كنا رايحين مع سديم. سديم شباب برنامج حق الكونتنت كرياترز بالميدل إيست. صح؟ صح. وكان الخميس مشارك فيه الموسم الأول. إيه أول موسم كنا إحنا في ران التجارب بالموسم الأول. طالب تسامح إيه لا لأنه أول سيزن هو مو برنامج وهو سديم برنامج جدا ممتاز وهو مو
برنامج نسخة أجنبية ومقلدينها يعني نفس أربز جات تالنت ولا سار أكاديمي ولا هي نسخة أجنبية البلاتفورم نفسه جايبينه مسوينه عربي. لا هذا ما في بلاتفورم أجنبي نفس الموضوع إنه مسابقة حق الكونتنت كرييترز يسوون فيديوهات على ماكو هم أو هم مسوينه. That's genius though. إيه it's genius. فطبيعي إنه يكون في شغلات صح شغلات غلط وبالعكس حتى شغلات الغلط هي صح عشان تطور المحتوى اللي هم قاعد تقدمه. نفس ما احنا قاعد نقول ما راح تقدر تكون بيرفكت من اول شيء yes. او حتى لو انت كنت برنامج هيوج ما راح تقدر تكون بيرفكت لازم يصير عندك غلطات وعشان الغلطات هذه تقدر تعدل وحق سيزون 2 شيء. والحين سيزون 2 الحين نازل في وايد شغلات انحلت من الشغلات اللي كانت في سيزون 1. بس باختصار هو برنامج تحديات وتشالنجز ما بين الكونتنت كرييترز. كل اسبوع في تشالنج يعطونهم الموضوع عندك يومين ثلاثة ايام تطلع بالفكره تصور تمنتج وتعرض وتسوي انتراكشن مع الجمهور تفاعل خلال يومين. ففي تقييم على الكونتنت مالك وفي تقييم على الانتراكشن. موضوع وبرنامج جبار شيء مو طبيعي. فخلاك انت كل اسبوع انت في تشالنج مختلف شغلات بمجالك وشغلات برا مجالك nice. انت ممكن يقطونك فاشن وانت nice. مالك شغل بالموضوع. انت ممكن يقطونك موتيفيشن وانت مالك شغل وممكن لا هالمره الاسبوع هذا كل واحد مجاله تكنيكال والموتيفيشن سبيكر بالموتيفيشن وكذي يعني اي. فتجارب مختلفه وتتعرف على ناس من كل الوطن العربي عقليات مختلفه توجهات جمهور مختلفه. هذا شيء وايد كان ممتاز. وكان من جزء البرنامج هذا انه يكون في رحله حق السيليكون فالي يعني حق الموضوع اللي كنت قاعد اسالني عنه رحله حق السيليكون فالي نزور الهيد كوارتر مع اليوتيوب وتشوفهم شلون قاعد يشتغلون شيء. فرحنا سان فرانسيسكو ومريناهم انا وعلي النيادي المتسابق العماني اللي كان ويانا في البرنامج ورحنا شفنا المكان. شيء جبار يعني ما تقدر ما ادري شلون اوصفه يعني بس مكان جبار يعني هذا اليوتيوب كله قايم ومنطلق من هناك يعني. That's amazing man. وش يعني what an experience حق الكونتنت كرييترز. ها يعني إذا واحد دش سديم 2 or 3 out of 10 ما بيقول يعني ما في إلا هالمثل أعطيه راح يطلع يمكن أكيد أكثر يعني من ناحية مونتاج من ناحية تصوير من ناحية كرياتيفيتي من ناحية هو شلون he pushed himself أكثر من هو أتوقع. He pushed himself. They pushed him and he pushed himself. يعني وايد تصير معانا ودك تسوي شغلة وعندك أفكار بس ما لي خلق حبيبي هناك قاعد كأنه مسدس على راسك. It's a challenge. أذكرت قلت لي صح أنت يعني كنت تقعدون الصبح وتصبح إيه حبيبي نفسية وأنت ما عندك شغل. يعني إحنا هنا عندنا أنا عندي بيت وشركة وعيال ومصاريف ومدارس وروحي برد وما أدري شنو ومليون ألف مسؤولية أنا وغيري يعني كل واحد هناك. أنت قاعد شهرين ما شهرين ونص ما عندك شيء غير تسوي كونتنت. شهرين ونص قعدنا بيروت ما يصير ممنوع تطلع من الفندق ممنوع تطلع سوق تتمشى تتعشى ممنوع عندك يوم الجمعة وهم يطلعونك وهم يختارون المطعم ولا عشان يسوون لنا احنا اللي اخترنا يعطونا مطعمين واحنا نصوت بينهم يعني. بس يعني هذا واو اي ما تروح مكان انت من الصبح لليل عندك تقوم من الصبح تروح اللوكيشن مال التصوير نصور البرنامج شنو الامور قاعد تصير وشي ونبلش يعطونا الافكار شنو التشالنج احنا نحط الافكار بعدين نطلع نروح نصور بعدين نرد المنتج ترد الفندق بعدين مره ثانيه باكر صورتك ومده شهرين ونص. فانت ما عندك اي مسؤوليه ثانيه غير انك تسوي فيديوز كريت سبوت كامب يعني بالضبط سبوت كامب اوف ذاتس اميزنج. فهذا يعودك ان حبيبي مو لي خلق ولا ما لي خلق. انت لما تقول صعب اسوي بهذا لا هناك سوينا صح ويعلمك شغلات انه مستحيل اصلا تقول بالوقت العادي ان انا اسويها ولما هناك تشوف لا حبيبي مو مستحيل بس انا كان مالي خلق او انا ما كنت اعرف ارتب وقتي او انا كنت شايف انه لا يبي لي وقت اكثر بس هناك مضطر بهالثلاث ايام تسويه فانت سويتها بالثلاث ايام فانك هاي يصير وطلع والناس كلها شافتها وتفاعلت معاي يعني. I love that. إذا أنت لازم تسوي بثلاث أيام راح تسويه بثلاث أيام. بالضبط. بس إحنا ما نحط حق نفسنا ديدلاين. إحنا بالوضع الطبيعي ما نحط حق نفسنا ديدلاين. فهي عادي. لذا الكلاينت حط له ديدلاين. خصم على لزومي. فهذه وايد إكسبرينس وايد تستفيد منها وتعلم منها وايد. فسديم تجربة أنصح كل واحد اللي قاعد يشوف وقاعد يفكر يدخل في هالمجال. منو تنصح من الكويت يقدم على سديم؟
وايد 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 ناس نصحتهم لان السديم هل يحتاجون؟ ما اعتقد يحتاجون الرقم بعد صح يعني. انا شفت ناس مثلا شاركوا بالسديم الموسم الاول ما كان عندهم 10,000 اقل. انا داش كنت 2400 واو يوم دشيت البرنامج واو ايه دشيت البرنامج 2400 والحين ايش كثر تقريبا؟ الحين 17.5 يمكن شيء واو هيوج ديفرنس ها؟ ايه انا بالنسبه لهم اصلا كان اقل رقم لان الريجن مختلف يعني. شوف اللي جو مثلا من الجزائر ومصر وكذي هناك صح البوبوليشن مختلف احنا صح عندنا صح عن صح الكويت وكذي فاصلا كنت الكويت الوحيد ايه فكانت الارقام اللي كنت قاعد اشوفها حتى الناس الانتراكشن اللي قاعد يصير مثلا الكومنتات جزائريين مثلا ما شاء الله وايد فكان بالنسبه لنا لو الكويت كلها هدش تفاعل ما راح يصير كذي ما راح تلحق صح صح فانت تنحط في بيئه مختلفه ان هني انت بس جمهور الكويت اللي هناك لا في جزائريين في مصريين صح. في منو بعد اكثر جنسيات من العراق هم عدد كبير من اللي ما وايد فهذول شلون تقدر تتعامل معاهم مو صح. جمهور واحد مو لون واحد صح فهذه ارقام ممكن انت بروحك ممكن ما تقدر توصل لها بس انه لازم انت تعرف شلون تخاطب معاهم يعني جمهور صار مو بس جمهور الكويت او جمهور بيئتك اللي انت جاي منها فاي واحد اصلا قاعد يفكر يدخل في هالمجال بالعكس انت قاعد تقول منه تنصح اي احد جاي يفكر راح تعطيه بوش كبير وهو اصلا كبير. حتى ثقته بنفسه اصلا راح تغير صح في البدايه وخايف وما انا من يشوفني ومشاهداتي وما ادري شنو الجمهور مو عارف يحدد شنو جمهوره هناك غصبا عليك لازم تحدد جمهور هذه من اصعب شغلات ان انا ما ادري من ابي اخاطب ابي اسوي قناه يوتيوب بس ما ادري من ابي اخاطب ما ادري من الجمهور هذا تيجي ماركتنج هناك يعني اي لان يجونك ناس من يوتيوب يعطونك كلاسز يجونك ناس من فيسبوك اي هذا كنت بسالك اياه يعني كانوا يجونك وركشوبس وركشوبس موجود من يوتيوب يجونا من فيسبوك يجونا من انستغرام يجونا من تويتر يجونا انفلونسرز يابولنا من الميدل ايست كله قاموا يقولون كل واحد تجربته وتكتشف ان من اهم الشغلات ان هذه اللي انا قاعد اقول حتى جمهورك يعني انا مثلا عندي ساعات اصور شغلات كلايف ستايل انا وبناتي وما ادري شنو وكذي وانا هذه طبيعتي انا صح عبد الرحمن المخرج اللي في حياته في اخراج وتصوير وكاميرات بس مو بس هذه حياته في عنده بارت ثاني اللي هو حياته طبيعيه فلما اسوي فيديو تك الجمهور يتفاعل معي غير لما اسوي شيء فيديو مع بناتي وكذي طبعا الفيوز اعلى بتحط الفاميليز بالضبط اعلى بس yeah. يعني اكثر ليونك مثلا هني حريم امهات عوائل بنات مو التارجت مالك يتفاعلون بشكل مو طبيعي لكن في حد بينه وبينهم يوصل انه يعني ما تعرف تفاعل اكثر بس في البزنس مالك انت شغلك هذا كل يوم تيك لما تحط فيديو كل يوم تيك اسئله وتجاوب وما ادري شنو هني مثلا اي يحليلهم الله يحفظهم بس خلاص اي يعني وبعدين يعني فهمت قصدي فهل هذا الجمهور مالك ولا هذا الجمهور مالك زين هل انك تسوي تقدر تسوي ميكس بينهم ولا ما تقدر حاولت كذا مره ان اسوي ميكس ماتش بينهم ان يعني ست فيديوهات كذي فيديو واحد لا احط جرعه بين هذا وهذا أوكي. يعني تلقى انا رايح المكتب بس قبل لا اروح المكتب انا قاط بناتي المدرسه مثلا نايس انزين بعدين وانا رايح المكتب بعدين ما شنو صار وفي ساعه تصير بالصدفه مثلا فيديو من فيديوهات بنتي دقت علي طقيت سبيكر وصوتها قاعد طلع عنها قاعد كذا فصار نايس اي فصار انه انا قاعد اكلم تك بس انه دشت انه حتى هي ما طلعت بالفيديو بس انه قاعد تقول لي بابا متى بترد ما شنو فصار ضحك فتلقى الناس اللي مهتمين باللايف سالو هم قاعد يعلقون على هالموضوع الناس اللي مهتمين فتقدر تسوي ميكس بس لا تزودها وتخلط بينهم وضيع المشاهد يا أن تحاول تفصل تسوي قناة كذي وقناة كذي يا أن لا يتخربطون أنت شنو تبي تقول شنو تبي أنا سويت لك سبسكرايب عشان أنا أبيك تعلمني كاميرات ما لي شغل فيك ما بيشوفك أنت طالع الشالة إيش أسوي why should I care yeah, أو أن العكس صارت معاي أن هذا الشريحة الثانية مثل الحريم والأمهات وشي احنا سوينا لك سبسكرايب لان استانسنا وما شاء الله على علاقتك انت وبناتك وكذي ما نبيتك لا بعدين قاعد تكلم لي عن عدسه تصور بعدسه ب 2400 دينار شوفوا الكواليتي مالها احنا بالنسبه لنا الكواليتي يعني قالت لي اياها واحده انا الكواليتي اللي قاعد اشوف قاعد تحطها هذا كنا قاعد تصور بالايفون ما فرق
فتقولي بعيني انا ما فرقت. فبس انت تقول لي ب 2400 وما ادري شنو وضع طول الفيديو انا مو فاهم قاعد انطر انه في شيء بيطلع مثلا وهو رايح مكان مع بنات ولا فما قمت اشوف الفيديوهات. فلا تخسر هالجمهور على حساب هالجمهور ولا الجمهور على حساب هالجمهور. بس خليك واضح خليك واضح والله الفيديو هذا احنا راح نتكلم كذي هالفيديو هذا راح نتكلم كذي او هالفيديو او احنا راح نخلي مثلا حلقه الخميس هي المين doesn't that limit you يعني انا اشوف مثلا ربعنا مثلا يعني خلنا ناخذ سيد مثلا سيد when it comes to tech ما شاء الله he's doing amazing الحين وارقامه قاعد تزيد 50,000 كنا طايق بيوتيوب فالحين سيد مثلا اذا قرر ولا يبي يغير ستايل فيديوهاته يبي شويه يغير مو يغير يعني بشكل عام بس انه مثلا يبي يتكلم اكثر مع الكاميرا يعني في وايد ناس ما تعرف حسين كشخص عرفت يعرفون حسين ذا تك جاي بس ما يعرفون انه هيومن ليفل ما يعرفون حياته شو يسوي فهل تحس ان هذه شغله تريكي يعني ولا اي تحس تريكي الحين سأله انا ما اقدر احكم بس سأله صح يعني صح كذا مره هو يقول لي بقناتي ما اقدر اسولف ما اقدر اسوي فلوج صح تخيل وفجأة طالع ما أقدر أوف راح يصير عليه ممكن أكس. باك فاير إنه ممكن تنجح ما 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 حد إنه يعني مثلاً فلوج رايح حق تك هم هذه لأنه هو برمج المتابعين ولا ملوتة إنه بس يشوفونه على طول باستوديو فthat's gonna be different حق إيه فإذا بيغير راح تأخذ وقت إنه بجرب فقرة وعادة نشوفهم إن أنا بضيف فقرة بجرب قولوا لي رأيكم بالكومنتات إن عجبتكم ولا لا فيبدي خلاص مو يعني صار الحين اول كان one way communication ليك من التلفزيون تغصبا عليك تقبل الحين مو one way communication فصار الكوميونيكيشن two way فما تقدر ان انا مسوي لك سبسكرايب عشان شيء فجاه طقني بالطوف وتسوي لي شيء ثاني لا لا حط لي واخذ رايي show me that you care مثل ان I care ان كل يوم مسويت سبسكرايب ولا كل يوم اشوف ولا انشر فيديوهاتك ف لازم تبي تسويها من كيفك سويها من كيف بس إن أنت عشان يكون في ريليشن لأن أنت ما في ريليشن بينك وبين أي لوجو بالتلفزيون أنت قاعد تشوف إنه هذا اللي أحس إنه أنت عندك إياه يعني عرفت إنه يعني الأرقام مو شيء يحدد يعني position الشخص بالإندستري بالضبط يعني هذه شغلة يعني أنت من ما أبي أقول أشهر المخرجين بالكويت أنت تعرف أكبر الأسماء واشتغلت مع أكبر الأسماء بالإندستري وفي ناس عندهم ارقام مش كثر بس ما اشتغلوا ولا عندهم الاكسبيرينس ولا عندهم نظره عندك فشنو رايك من ناحيه الناس اللي تركز وايد على انا ابي يكون عندي 3000 فولور عشان راح اقدر اسوي كذي ولا هذه سالفه الارقام الحين صارت يعني مو عبد الرحمن يقررها ولا لا هذه صارت موجوده بس هل هي صحيحه 100% انا اختلف منها مع هالشغله الناس صح صارت تهتم حق الأرقام إن كان الناس نفسهم بالسوشيال ميديا أو الشركات أول شغلة يطلعوا مثلاً نمبرز كم فيو ما أدري شنو هذه شغلة وايد مهمة حق البيع صح لكن هم أنا أعرف وايد ناس يقول أدفع حق الفلونسر الفلاني مبلغ ما يجيني بيع من وراه ما يجيني مردود على طول مباشر منه لكن مثلاً في حست على زين لكن في مثلا نفس الاشخاص يقول لك انا فلان او فلان ارقامها مو نفس هذاك اللي انا كنت قاعد اتكلم عنه بس مع تليفون المحل عندي ما يسكت ففي شيء بالنمبرز وفي شيء بالانفلونس التاثير فاحنا نقول انفلونسرز ولا سيلبرتيز مو بس ارقام شنو التاثير مالهم في ناس تشوف عندهم إيه أرقام متابعين وايد إيه أرقام فيوز وايد بس الناس ما تثق فيه بالنهاية أنا قاعد أتابعك عشان أضحك أنا قاعد أتابعك عشان أستمتع أنا قاعد أتابعك عشان أخذ معلومة سياسية أخذ معلومة whatever بس قاعد أضيع وقتي بس إن أنت ما تي تقول لي إن أنت مثلا واحد سياسي بعدين يعلن لي عن فاشن الناس أصلا هني الفلوينس ماله ضعيف مش like the video doesn't match the audio عرفت ما exactly فكثر ما يكون مثلا سيد لما يكون الحين هو متخصص دائما كيب طارية ومتخصص بالتك فلما يتكلم مثلا عن شاحن ولا عن تليفونه الناس تثق بالشيء اللي هو قاعد يقوله
بس سؤال خلي يتكلم مثلا عن شغلة ما لها علاقة في المجال اللي قد ما كان في طريقة تصوير أو في فاشل وهي. نعم ليش ممكن أنا فراح تكون بالنسبة لهم تأثيره مو وايد قوي لسه أنه متخصص في هالمكان فهو قوي في هالمكان مو لازم تكون قوي في كل مكان بعض الصعب فمو لازم تكون قوي بكل مكان لازم تكون تعرف أنت وين قوي فنمبرز مو كل شيء في ناس يكونون هم إنفلونسرز في ناس يكونون مايكرو إنفلونسرز أرقامهم أصلاً وايد صغيرة بس تأثيرهم وايد كبير لما يقول لما يكونون صغار يكون ممكن تأثيرهم حتى بالنسبة لي اللي قاعد أشوفه بالسوشيال ميديا تأثيرهم ساعات يكون أقوى من اللي أرقامهم كبيرة الأرقام كبيرة الناس عودت إنهم طول يومهم من الصبح لليل بس إعلانات هذا الإعلان زين ولا مو زين المنتج زين ولا مو زين قاعد يعلنون عنه مو الكل لكن في بعض الناس ما قامت تثق في بعضهم إنه لأنه قاعد يعلن في كل شيء لكن الصغار ما قاعد يتكلم عن شيء إلا هو عن تجربة شخصية اللي هو مجربها فوالله أنا جربت هالجهاز فهو عجبني فعشان كذي أنا حاط لكم إياه بالفيديو وعادة في بدايته ما يكون مدفوع إن أنا هذا مو إعلان حق الجهة الفلانية أنا جربته ولأن أنا جربته وعجبني فبتكلم عنه فهذه تعطي فاليو كبير ثقة ومصداقية أكبر حق الناس فيروحون يتأثرون فيه أكثر لو غير لما واحد عنده نمبرز ما والله هالمنتج حلو أخذوه ما راح يكون تأثيره أكبر فهذيل المايكرو إنفلونسرز الناس الصغار اللي يعطونك تكون الناس في ريليشن شيب بينهم بين الناس في مصداقية يتواصلون أول بأول كل ما كبر الأرقام يخف التواصل بينهم بين الناس خلينا نكون واضحين بالنهاية إحنا بشر ما راح يقدر يرد على واحد واحد لما تكون الأرقامك صغيرة ممكن ترد على واحد واحد فهم يثقون فيك لأن في علاقة بينك وبينهم كل ما يكبر راح يصير أصعب التواصل فراح يصير كلام ماس حق الناس كلها يعني ما راح تصير علاقة شخصية فبالنسبة لي الأرقام صح تلعب دور لكن التأثير بالنسبة لي أهم من الأرقام شخصيا أشوفها كذا أكيد صح هذا make sense زين على طار الأرقام شلون طلع فلوس من يوتيوب وايد ناس أعتقد عندهم السؤال هذا شلون عبد الرحمن يطلع فلوس من يوتيوب ولا شلون تطلع نظريا لا نظريا نظريا اي نظريا ماكو قاعدة 100% أنا قاعد أتغير ها قاعد تغير ومو كل قاعدة تناسبني فهي تناسبك بس القاعدة اللي معروفة مالت اليوتيوب الكوانتيتي يعني شوف احنا دائما نقول الكواليتي قبل الكوانتيتي بيوتيوب بالعكس الكواليتي مهم بس اذا عندك كواليتي وانت تنزل لي فيديو مرة بالشهر بالثلاثة اشهر الكواليتي ما راح ينفعك حتى الالجوريثم ما راح ينفعك بالضبط كثر ما تكون بريزنت موجود انت على البلاتفورم كثر ما تقدر تسوي بزنس اكثر كثر ما راح تقدر تجيب فيوز اكثر كثر ما تقدر تجيب نمبرز اكثر كثر ما راح يرشحك وهو راح تقدر تجيب فلوس من الاعلانات اللي من يوتيوب نفسه او انه انت بعدين تبي تدخل معك سبونسرز فاول شيء شلون تطلع فلوس اول شيء لازم نرجع نقطه البدايه اول شيء لازم يكون عندك هدف واضح انا شنو ابي اسوي لازم يكون عندك بلان واضحه شلون راح اسوي لازم يكون عندك انا منو ابي اخاطب النقطه اللي قبل شوي قلنا مثل تلخيص حق اللي قبل شوي منو الاشخاص ومنو الجمهور اللي انا ابي اخاطبه بناء على انا راح اعرف كم فيديو مفروض اسوي شنو نوعيه الفيديوهات اللي انا ابي اسويها كم مده الفيديوهات منو الشركات اللي ممكن انا اخاطبها اذا كنت ابي سبونسرز شلون وايد راح يعني هذه البلانينج من البدايه وايد راح يحدد لك ان انت شلون راح تطلع فلوس ما اقدر اقول لك انه بس سوي فيديوهات راح تطلع فلوس راح تسوي فيديوهات بس انت رايح سكه غير اللي انت ممكن راح تنجح فيها ف صح الطرق ان تطلع فلوس من يوتيوب لازم تعرف انت وين رايح وشلون ومنو بتحاكي ولازم تسوي فيديوهات وايد لازم تسوي فيديوهات وايد 100% وانا قريب صح وايد لازم ايه مو وايد لا وايد 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 صح ولازم ما تعود جمهورك على فيديو 100% عشان انت راح تنبعص بعدين ايه ما راح تقدر تسوي فيديو كذي كل يوم ولا كل اسبوع يعني في نظريه او في شغله اكتشفتها بيوتيوب ان احنا قاعد نسويها غلط احنا نبي دائما الفيديو مالنا هت هذه غلط ممكن يمكن راويتك اياها من قبل
مو كل فيديو لازم يكون هو فايرل فيديو، مو لازم هو يكون البيج فيديو يسمونه. في عندك الديلي فيديوز، عندك الويكلي فيديوز، البيج فيديوز عندك تسويها بين فترة وفترة. فأنا إذا بسوي كل فيديو مالي كل أسبوع كل يوم ويكون بيج فيديو، ما راح أقدر أسوي الكوانتيتي اللي أنا أبي، ولا راح أقدر أوصل حق الكواليتي أصلاً اللي أنا أبي. فالبيج فيديو في كواليتي معين، فأنا راح أطول وأنا أشتغل فيه. خلال شغلي على هالبيج فيديو اللي أنا، لأن مسوي بلان، فعارف متى بنزل بالبيج فيديو، شنو موضوعه، شنو الجمهور ماله، وين راح أسوقه، لأن في بلان. صح. هذا النقطة البداية. فراح أنزل مثلاً شهر 7، فأنا طول هالمدة أنا قاعد أسوي فيديوهات ثانية small videos اللي هي قاعد يتفاعل معاها جمهوري أنا، اللي يبي مني content daily، يبي مني content weekly، صار في بيني وبين relationship. هذاك البيج فيديو اللي راح يفتح لي جمهور ثاني، اللي هو الفايرل اللي يكون ويفتح لي جمهور ثاني أنا ما كنت واصل له من قبل. فهذه طريقة وايد ممتازة، وانت قاعد تقول عشان نقدر نسويهم وما نتعب، لا تسوي بيج فيديو، بس انه لازم تسوي هذيل السمول فيديوز وايد، ضل تشتغل عليها، بعدين طق طقتك، بعدين عقبها ترد تسوي فيديوهات صغيرة وطق طقة ثانية، وكذي تصير البلان واضحة متى عندي البيج فيديوز. بسوي كل يوم بيج فيديو، بس ما راح تطول شهرين وانت راح تتعب وراح تمل، والناس راح يقولون هذا صار لفترة ما نزل فيديوهات، ما لا نتابعه مرة ثانية، وبس انتهت اللايف تايم مالتك باليوتيوب بسرعة. واو ذاتس اميزنج تيب والله العظيم صدق يعني صح. If you do one amazing video every month that's a disaster, recipe for failure. صح، لأن لازم صح كلامك، you have to do big ones, you have to do consistent small ones. That's a great way to put it صراحة صدق. زين، وشون الشباب هني بالكويت من ناحية الانتربرنورز، ويعني قبل أول ما تخرجت أنت في شباب من ربع كملوا بهالمجال وفي اللي طلعوا، والحين شون الفرق بين يعني الشباب الصغار الحين واللي قبل من ناحية الإبداع، من ناحية أن هذا مجال يخرع يعني مثل ما قلت، يعني إيش بيقولوا الناس بيصير وما شنو، فش رأيك في جرأة أكثر الحين ولا قبل أكثر، ولا في شيء تغير الحين؟ كل شيء متاح وكل شيء متوفر، بس زحمة. صح. يعني أول الفرص صعبة لكنها قليلة. الحين الفرص أسهل أشوفها، لكنه وايد صار في العرض بالطلب متخربطين. الحين الطلب أكثر ولا العرض؟ وايد ناس موجودين، كل الناس عندهم كاميرات، وجزء كبير منهم عندهم لأنه ترند وهو هبة. مو فعليا هو موجود في المجال لأنه حاب هالمجال. في ناس حابين وهذيل تلقاهم يطيحون مرة ومرتين وثلاث وأربع يردون يقومون. اللي داش حبة راح يطيح مرة مرتين، راح يدور مجال ثاني يشتغل فيه. فالحين صار في وايد، فصعب إنك تميز، صار في نويز، صعب إنك تميز من كثرهم. تلقى ناس اللي قلنا ما ممكن ما يكون الكونتنت، يعني هذا يمكن يدلل على كلامي، في ناس عندهم الكونتنت مالهم مو بذاك المستوى، مو ما عندهم خبره لا في التصوير ولا في المونتاج، مش حالك الكلام مالهم والمحتوى مالهم مو ذاك الزود بالنسبه لك، انه ما يعجبك، ممكن في ناس ثاني يعجبهم. لكن تشوف هذول اللي عندهم نمبرز، خلينا نقول في اليوتيوب وفي السوشيال ميديا، ليش؟ لانه هو قاعد يسوي ديلي، قاعد يسوي، فتلقى هذا ينجح، فبعدين يبدون الناس يتحلطمون، انا قاعد اشتغل شغل زين وهذا اللي ينجح وهذا اللي الناس تتعب، ماني مشتغل زين وانا هذا ما يمشي. فيصير هذا الناس الزين اللي هي قاعد تقول ان هي عندها محتوى، اللي هي المستوى مالها زين، هي تبدي توخر وتبدي تترك المجال حق ناس ثانيه، بعدين تتحلطم. انتم مو انتم اللي قاعد تخلونهم، انتم اللي قاعد تتركون المجال حق اي شكل من الاشكال اللي انتم قاعد تقولون هو ما يمثلنا ولا هو مو عاجبنا، انتم اللي قاعد تخلونه، بينكم قاعد توخرون. انا حط راسي براس هذا وحط ريل وما يبي يقدم الشيء اللي هو يبي يقدمه، اللي كان حاب يقدمه بعدين شاف انه والله المجال مو مناسب له وراح. فالفرص حاليا موجوده، الشباب حاليا ما اقدر انا احكم عليهم، قلت لك في نويز صاير وايد وايد. صح. بس بالنهايه الحين وبعدين، واول زين يفرض نفسه، ممكن بالنسبه لك انت مو زين، لكن مدعايه كانت ها زين فرنسا، لا هذا مثل هدروا يستخدموها كدعايه زين. فعجبك ولا ما عجبك، اللي يشتغل
راح يفرض نفسه. خلينا نقول انت بالنسبه لك ان هذا مو زين, بس انه عطاك الكوانتيتي والهارد ورك والشغل اللي استمر على نفس المدى, الاستمراريه to be consistent, هذا سكي وورد لازم تكون موجود عندك, ان انت لازم تكون مستمر, عاجبك مو عاجبك لكن المستمر هو اللي ينجح في هالمجال. والله on that note it's an amazing amazing content والله العظيم. زين قبل نهي الحلقة العجيبة هذه صراحة, this حس الحلقة هذه حق اليوتيوبرز content creators instagramers influencers whoever wants to start, صراحة وغطينا وايد شغلات. شنو عندك ب 2019؟ شو عندك خططات شغلات جديدة بتطلع؟ 2019 هي سنة الشفت. سنة الشفت اي يعني انا طبيعة كل انسان ممكن في شغلات وايد يخاف منها بحياته. صح. الشفت او التغيير مو من هالاشياء انا بحياتي. اشتغلت غيرت وايد وظائف, غيرت وايد مجالات, طلعت من وظيفة فجأة وقعدت بدون معاش لان انا قاعد اشوف شيء معين, غيرت مجال عمل من الى لان انا قاعد اشوف فيه فرصة. طبعا اللي حوالي يعتفسون طش طش سيرتي, بس ان انا قاعد اشوف فيها شيء. هالسنة انا اقول سنة 2019 بالنسبة حق عبد الرحمن هي سنة اليوتيوب. اوه هالسنة 2019 انا تركيزي يوتيوب فقط. اميزنج. كان بالسنين انا بلشت نهاية 2017 فعليا, بعدين قمت اشتغل ب 2018, بس كنت قاعد اشتغل الاساس في الشركة وكان on the side قاعد اسوي يوتيوب. لا الحين صار الاساس شفت, سوينا شفت حق المجال يوتيوب. راح يجي بزنس من اليوتيوب, ندخله في اليوتيوب بعدين نطلع لك على شغلات ثانية. جربناها في السنة اللي طافت مثلا, كنا قاعد نسوي اعلان بعدين الاعلان سويناه, بعدين سوينا الفلوج بالاعلان وسوينا شيء قبل وسوينا شيء عقب. الحين صار الاساس هذا, تبي الاعلان تسويه هني ونطلع لك منه اعلان وكذي. نايس. فقاعد تصير الاساس هني يوتيوب. يوتيوب فالحين قاعد يكلموني اصلا جهات ان نبي نعطيك شيء ان انت تحطه وياك تجربه تكلم عنه شيء, وبعدين طلع لنا منه مثلا فيديوهات مثلا دقيقه ولا 15 ثانيه حق الانستغرام, بس الاساس مثلا هذا. الحين داشين معاي كسبونسر وزاره الشباب الحين حق ماي شو اللي هو اسمه شفت الخميس. نايس. كونجراتوليشنز. مبروك بارك فيك. الله يبارك فيك. الحين وزاره الشباب ان شاء الله راعي اساسي عندنا في البرنامج اللي راح نقدمه شفت الخميس, ان شاء الله راح ننزل فيه ان شاء الله شهر 3 او ممكن قبل شهر 3 نجدمه, شغالين عليه الحين. ومن هذا راح ندش مع باجي. حلو الاسم شفت الخميس اسم الشركه. حلو الاسم حتى لو شفت الخميس. وين اي والله شفت اليوم شفت الخميس. لا حلو الاسم. مش عن شو راح يكون البرنامج؟ راح تنزل يوم الخميس كل خميس. فهي شفت الخميس. فهي هل هي شفت يعني دوام الخميس ولا شفت الخميس ولا شفت الخميس؟ يعني كلها هذه اللي احنا كان. فهذا الكور مال البرنامج. مجال مالنا هو البرودكشن, اليوتيوب, الانتربرينورشيب, شلون تسوي هالشغلات, شلون تبدي, شلون تعلم. راح يكون معانا بعض الحلقات ان انا بروحي, وبعض الحلقات راح يكون معانا اشخاص نجحوا في هذا المجال ناخذ منهم التيبس ناخذ منهم, لكن مو بطريقه انترفيو, طريقه شيء ممكن قاعد يصير, قاعد نسوي شيء, قاعد نصور مع بعض, قاعد شفت فلوج انت سويته كذي بعد قبل تقريبا تو هذا كان صح؟ ايه نفس الطريقه تقريبا, كان هذا مثل بايلوت حق الموضوع يعني. nice. شيء بسيط ان هذا ترى الستايل اللي بنشتغل فيه, فخلي يشوفونه وشفت الخميس يشوفونه ويقولوا لنا شنو رايهم فيه ان شاء الله الفتره الجايه. كفو مان, اي لاف هيرينج ذات صراحه. ثانك يو. شفت الخميس 2019 راح تركز على يوتيوب. يوتيوب والله الخميس صراحه كانت حلقه قويه, اي لافد ات حبيبي. تشرفت, سعيد انكم موجود والله وايد. والله مان واز سو ماتش فان, ات واز ان اونر. تسلم حبيبي عليتك على وقتك. بس سولفنا وايد استاذ. مشكورين. انت مشكور اول شيء انك موجود هني, وعيد من الاشخاص اللي انا ما بيجامل, بس انا من الاشخاص اللي متوقع لهم هالفتره راح يكون راح يسوي شفت في اليوتيوب ان شاء الله في السوشيال ميديا. ف
يس انا من اول الناس الموجودين هنا فهذا عشان نضمن انه يقول من اول الناس طلعنا هنا وانا ضحك من اول الناس انا في الخميس اي من اول الناس راح يطلع ان شاء الله فبس اتمنى انه كان في استفاده من الكلام اللي قلناه واي واحد يبي يبلش في هالمجال لا يتوقع نتائج فورية وآنية لازم يكون بالك طويل عشان تقدر ان انت تحصل نتائج تبي نتائج فورية وسريعة ان كانت متابعات ولا فلوس ولا نجاحات ولا الناس اوه سوى كذي وشفناه وما هذه ما راح تجيك بسرعة نبيك تكون بالك طويل وتستمر على الشيء اللي قاعد تسويه عشان تقدر تنجح وبس شكرا يعطيكم العافية اخ يا شباب and on that note يعطيكم الف عافية thank you so much for listening الخميس ما قصرت and it's a wrap it's gotta be against the law to look this damn good cause baby I feel real good and I wish I would it's gotta be against the law to This damn good. Everybody, watch out. Watch out now. I'm ready for a good time, and I came to groove. The whole band's here, and we came to move. Got a fresh haircut and two new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. Coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot, and I can't be beat. Watch out now. Baby, watch out now. Watch out. I'm on the move. I'm going up. I'm a man on a mission with no misses, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. 'Cause baby, I feel real good, and I wish I would. Against the law to look this damn good, baby. Watch out now. Everybody watch out. Last call for some alcohol. And don't forget to tip. The sun went down, but we still relit. The band's still going, playing all the hits. I guess I'm now too legit to quit. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming tonight and I can't be beat. Watch out now. Watch out. Watch out. Baby, I feel real good, and I wish I would. It's gotta be against the law. Look this damn good, baby. Watch out now. Everybody, watch out. Watch out now. Everybody, watch out. Watch out now. Watch out.